المتجول في الأسواق والفضاءات التجارية يلاحظ هيمنة مستحضرات التجميل محلية الصنع والتي انتعشت صناعتها بعد قرار الحكومة منع استيرادها، إلى أن ثقافة المستهلك وثقته بالمنتوج الجزائري لا زالت تشكل هاجساً لدى المصنعين. هما دائما الناس تعودوا يديروا كونفيونس بوكو بلوس في البرودوي اللي جا في الخارج، alors que le produit algérien il peut concurrencer le produit algérien. Il est de très bonne qualité. Le consommateur algérien, par exemple, on trouve بزاف الناس يشرو بلا ما يقرا la composition تاع le produit. Il fait قرعه يشم ولا يشري ويروح. انا على مون افي لازم يتعلموا تدخلهم ثقافه تاع يقرا التركيبه تاع لو برودوي لو يشريه. الى وقت قريب كانت الاسواق الجزائريه بازارا مفتوحا لمختلف المنتجات والتي تتضمن مواد وتركيبات قد تهدد صحه المستهلك، ما دفع بالصناعيين الجزائريين الى العمل على تقديم منتجات تراعي الجوده والصحه. بصفتي أنا كيميائية نعرف جميع المواد المستعملة في المنتوجات تاعنا، وعلى بالي الكمية اللي لازم نستعملها من هذا المنتوج المنتوج آخر إلى آخره. نعرف الكمية اللي ما تضرش بالصحة تاع الإنسان. وقت اللي غلقوا الأسواق دوكا كي غلقت رجعوا المنتوجات ما همش يجونا من الخارج بزاف كيما كانوا، سكيفي الكونسوماتور الجيريان رجع اوبليجي جرب المنتوج الجزائري، وكي جرب المنتوج الجزائري صادف بلي المنتوج الجزائري تاعنا راهو يعني نوعية جودة عالية. وكانت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التجارة قد شنت حملة مداهمات وتفتيش للعديد من المحلات والمنتجات بهدف الحد من انتشار أي سلع قد تؤثر على صحة المستهلك.